السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل العديد من الصور الصادمة والتي تم التقاطها بعد سقوط عمارة كانت مليئة بممتلكات المواطنين. هذه العمارة شيدت منذ حوالي 12 سنة بطريقة مغشوشة، وما زاد من هشاشتها الفيضانات الأخيرة والتي ضربت ولاية بشار. ويترأس في هذه الأثناء وزير السكن والعمران اجتماعا طارئا لبحث تداعيات حديثا انهيار العمارة بحي 770 مسكن طريق الأحمر بولاية بشار، ومن المنتظر معاقبة كل المسؤولين والذين شيدوا هذه العمارة بطريقة مغشوشة.